الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. الله اكرمنا بفتح هذا المطار بعد فتره طويله من الجهاد والمقاومه داخل هذا المطار. هذا هو باب المطار، باب الرئيسي، والحمد لله الان عناصرنا داخل المطار عند الطائرات يقومون بعمليه تمشيط للمطار، والحمد لله هذا النصر من عند الله. صحيح كذا متاخر كثير، بس هذا النصر من عنده والحمد لله على كل شيء. ايش بتقدم رساله للشهداء اللي ضحوا هيك بتحكي؟ بنقدم رسالتنا للشهداء انه كان دمهم كثير كثير غالي علينا. هذا هو السبب يلي خلانا نحن نضل صابرين لهذا اليوم. قدمنا كثير وما زلنا نقدم بس في سبيل الله وفي سبيل دم هؤلاء الطاهرين الذين رووا ارض سوريا ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه. كان معنا الملازم الطيار عدنان صيادي احد قيادات لواء عاصفة الشمال. تكبير الله اكبر، تكبير الله اكبر.